اليوم غير فيما يخص تدبير المرابط، اليوم راه الجميع يعلم بانه كانت صفقه، يعني يبان المجيء ديالنا للتدبير ديال المجلس، كانت صفقه ديال التدبير اللي استفدوا منها واحد العدد ديال الشركات بطبيعه الحال في اطار يعني الشفافيه والقانون اللي كيدبر هذه المسائل هذو. اليوم بعد انتهاء يعني الفتره ديال الاستغلال القانوني ديال استغلال المرابط، فراه خرجنا عند الساكنه ولتنوير الراي العام انه كان اعلان على واحد العدد ديال 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 الصفحات، خاصة صفحات ديال الجامعه، بانه هذه المرابط هي بشكل مجاني في جميع تراب الجامعه. لان اليوم اولا الاراده ديالنا بغينا نقطعوا ايضا مع واحد العدد الممارسات اللي كل شيء كيعرفها في هذه الفضاءات هذه. واليوم المجلس يعني المكتب يشتغل ايضا يعني يشتغل على تصور جديد ان شاء الله، اللي غادي يعني يعني في القريب ان شاء الله غادي تضح الصوره ديالو، غادي نقترحوه، يعني سيتم اقتراح هذا التصور على بطبيعه على 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 انظار الاعضاء والمجلس عموما، ثم ايضا بطريقه تشاوري ايضا مع 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 الفعاليات المدنيه اللي اليوم بغينا ايضا نقطعوا مع ذوك الممارسات اللي كانت في هذه الفضاءات الكل كيعرفها اليوم، اللي كتعتبر يعني واحد سقطه نقطه عفوا سوداء فيها ممارسات اللي تخيل يعني بالجماليه للمدينه. اليوم بغينا المرابط تدبر بطريقه جديده، بطريقه يعني حديثه اللي كتماشى مع هذه التهيئه الجميله اللي كتعرفها المدينه، يعني بطريقه حال تماشيا مع الاراده المولويه اللي بغى سيدنا لهذه المدينه ان شاء الله الرحمن الرحيم انه اللي هضر عليها كوسط المملكه. اذا هذا القطاع ديال المرابط ان شاء الله راه قريبا غادي نجيو تصور جديد اللي غادي اولا يحافظ على الكرامه ديال المواطنين، لان كفانا يعني الممارسات السابقه، ثم ايضا غادي يجي ايضا باش يعطي واحد الجدي بان عرفنا بان الباركينغ ولا لي زيسباس دو ستاتيونمون يعني كيكون واحد يعني هو واحد الجاذبيه، ماشي غير جاذبيه، بان كيقويو يعني حتى الامور المتعلقه بالسلسله الاقتصاديه، كما تيقول لي زاميريكان تيقول لك نو باركينغ نو بيزنس. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب غادي نقترحوا تصور جديد بحول الله. بطبيعه الحال هذه التعريفه سيتم يعني دراستها يعني وفق واحد عدد المعايير، ولكن اللي ناكدوا ان شاء الله انه راه تبقى تعريفتي معقوله واللي غادي تشجع الناس بطبيعه الحال باش يمشيو لهاد لي زيسباس. اليوم كان الجدير بالذكر انه الحمد لله المدينه اليوم راه فيها واحد جوج ديال لي باركينغ سوتيران كبار بمعايير كبيره، واللي غادي يمتصوا لنا ذاك الضغط اللي كاين لا سيما على الشارع محمد الخامس، شارع الحسن الثاني وشارع مولاي عبد الله. اذا بالنسبه للتعيره راه فوقتها، وغادي يعني سيتم اخذ بالاعتبار بهذه الامور كلها، وغتكون الامور ان شاء الله معقوله بحول الله.